أنتم تشاهدون الآرامية. أحبائي المشاهدين، أحييكم من الآرامية، ولقاء جديد وبرنامج جديد وسهرة روحية معكم جديدة في هذا المساء. أرحب بحضراتكم بجميع المشاهدين أمام شاشات التلفزيون وأمام شاشة الآرامية. ربنا يبارك حياتكم، بشكركم من أجل محبتكم دايما وتعضدكم لخدمة الآرامية بصلواتكم ومحبتكم ودعمكم، وبنشكر الرب بالنعمة ابتدينا الأسبوع ده أيامنا الأولى في حملة جمع العطاءات لاستمرار خدمة الآرامية في الست شهور اللي جاية إن عشنا وشاء الرب وتأنى في مجيئه. برحب بالأحباء ضيوفنا وضيوف حضراتكم في الآرامية، هم مش ضيوف لكن إخوات غاليين وشركاء في الخدمة. أرحب بالأسيس يوسف حبيبي. شكراً. أهلا بك حضر الأسيس. شكرا، ربي يباركك. ربي يبارك فيك حضر الأسيس. شكرا. أهلا بك. برحب بأخويا وزميلي مدحت يعقوب. أهلا بك يا مدحت. أهلا بك يا نوال. شكرا. وأهلا بالأحباء المشاهدين، وغنوا معنا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. غنوا معي يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيك. واليوم مجيئه نكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه. قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب، روحي وعقلي ويا لساني بيعظم اغلى حبيب. بسجود وحمد وعود امجد اسمه واعلي، وفي ليل زمان الغربه يفضل قلبي يرنم ليه. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيئه نكون شعب اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه. وسط الحرب ووقت الضيقه برفع قلبي ليه، وعدو يثبت فيا ايماني يخليني اهتف ليه. دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف في منا مجدا للمسيح. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبيحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيئه نكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه. أمين. معاه هناك في سماء هنفضل نرنم ليه، لكن واحنا هنا في زمان الغربة بتكون قدامنا تحديات كبيرة، وبتكون قدامنا باستمرار أمور بنحتاج من خلال كلمة الرب. أحباء المشاهدين، إن نشوف كلمة ربنا بتقول إيه، كلمة ربنا بتقول لنا إيه. النهاردة لقائنا معاكم وموضوع حلقتنا زي ما أنتوا شايفين على الشاشة لا تهتموا بشيء. هنقرأ، هيكون معانا قراءة كتابية طبعا، وحبيبنا الغالي الأسيس يوسف حبيبي هو من خلال كلمة الرب برضو هيقودنا في تأملات، ومعانا مدحت
بحديثه الشيق معنا برضو من قراءات من كلمة مين الرب. مين من خلال هذا الموضوع هيكون لينا قراية حضرة القسيس. نعم. وقرايتنا النهاردة مع الأحباء المشاهدين لو هم معهم كتب مقدسة فين يفتحوا الكتاب ويقروا؟ القراءة الأولانية أعتقد اللي هي من فيليبي 4-6، فيليبي 4-6، والقراءة الثانية من متى 6-25 إلى 34. إذا تفضل أخ نشأتي أرانا القراءات دي. شكرا. أخ مدحت مش عارف يقول ما نشأ السي جوزيف إيه الحكاية؟ لأن نوال قدامي هنا. أوكي. باسم الآب والابن والروح. آمين. في رسالة بولس الرسول للأهل فيليبي الإصحاح الرابع العدد 4 لغاية عدد كام قلت يا أسيس جوزيف؟ فيليبي عدد 1-4-6. 4-6. أوكي. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الأخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. القراءة الثانية من فين؟ 6-25 إلى 34. متى 6. إنجيل متى 6. إنجيل متى الإصحاح السادس. إصحاح السادس. ونبدأ الأعداد 25 إلى 34. عدد 25 إنجيل متى الإصحاح. أيوة إصحاح السادس مظبوط. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألست أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم بقدر يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا ذنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزلوا. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. والمجد لله دائما الأبد. آمين. آمين. موضوع الآية اللي احنا هنركز عليها النهاردة مع الأحباء المشاهدين، وإحنا حوالين كلمة الرب، وإحنا الحقيقة محتاجين نتعزى أساسا. يعني أنا بقول إن إحنا بنحط كلمة الرب لينا إحنا الأول، إحنا أحوج ناس إن إحنا يكون لينا تعزية من الكلمة. وأنا النهاردة حابة إنه أطلب من الأحباء المشاهدين إنه معلش هنعكس الموضوع شوية ما بيننا وما بين حضراتكم. يعني بمعنى إنه إيه حضرة القسيس، إنه دايما كلمة الرب هنا موجودة طبعا. من خلال الخدام ومن خلال أي برنامج ومن خلال الضيوف. اللي بيحصل ان الكلمه بتتقدم بتكون سبب بركه وتعزيه، وللاساسا الهدف هو
مشاهدين انتوا بتتفقوا معايا حضراتهم كده صحيح، لكن انا النهارده بصلي انه احنا بقى اللي هناخد من المشاهدين. انا بصلي وطمعانه انه الرب يدينا تعزيات عن طريق مداخلاتكم. امين. يعني انتوا بتتابعونا، انا في خلال تلت ساعه الخطوط هتكون مفتوحه، احنا بنطلب دعم ومعونه السماء ودعم ومعونه الروح القدس. أمين. لينا اولا نمره واحد قبل اي دعم مادي. عشان كده انا مستنيه منك وانت بتتابع، وانا بشكر ربنا في خلال البرامج اللي فاتت مدحت لو تفتكر انه قد ايه كنا بنتشجع من طبعاً. خلال والاسيس يوسف طبعا كان معانا الايام اللي فاتت، قد ايه احنا بنتشجع، فاحنا عايزين نتشجع بيكم النهارده. ده اللي انا بقصده بان احنا هنعكس الموضوع. يعني انت هترفع سماعه التليفون تقول لنا على فكره انا حابب اشارك بالاختبار ده، وانا مريت بالضيقه الفلانيه، ومن خلال الايه دي لا تهتموا بشيء احب اقول الاختبار بتاعي ده هو. فامين بنعمه الرب. أمين. بعد ثلث ساعه هنفتح الخطوط ونستمتع بتعزيات الرب لينا من خلالكم. عايز اقول حاجه نوال، معلش قبل ما نبدا. يس. يعني انا عجبتني التعليق الاخير، لان انا كنت لسه هاخد الكلمه دي علشان اقول لاحبائنا المشاهدين نفس الكلام. يعني أسيس جوزيف وحضرتك وانا وكل العاملين، اي حد بيقعد قدام الكاميرا وحتى يعني الزملاء وراء الكاميرات، قد ايه بيكون يعني شوقهم وانتظارهم لتليفون المتصل. أيوه. المساله مش مساله انا هشارك اقول ايه، احنا بس يعني الفكره ان احنا بيبقى جميل التواصل، ان انا اسمعك وتسمعني واحس ان احنا بنتعامل عن طريق الكاميرا وعن طريق عبر الاثير. يعني ده كله بيبقى كويس، ان انا اشعر ان انا قدامي لايف، حياه، مش اله، مش ماشين. يعني حديد صحيح الكاميرا يعني هي اله اختراع رائع، يعني هي بتوصلنا من بتوصلنا بينا وبين المشاهدين، لكن احنا يعني جميل ان احنا من خلال هذه الاله نشعر ان انتم موجودين معانا. واتصل ومن غير ما تقول اسمك، اتصل وقول انا بس عايز اشارك، زي ما اشارك باختبار معين اللي احنا بنتكلم فيه، اختبار هو شخصيا بالزبط. يعني يعني لو في اي حد عنده مر باختبار زي اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، ربنا طلعه من المشكله وربنا انقذه او واحد كان مش مهتم، يعني مهتم بحياته ثم سلم حياته للرب وبدات الرب هو اللي يدير دفه حياته، يورينا ازاي حصل وازاي حصل، ازاي ان الرب غير حياتك، وازاي، لانك انت مش انت هتشجعنا بس، هتشجع ملايين اللي بيتفرجوا علينا طبعا في انتظار تليفونك. اتفضل يا نوال. مدحت انا عايزه يعني اشارك بحاجه، ويمكن ده يكون اعتراف قدامكم. ايه رايكم ان الايه دي هيت انا حطاها على الديسك توب قدامي بقالها 6 شهور، لانه لقيت نفسي حتى الاساس يعني نسبه القلق، الترمومتر القلق عندي زاد، سواء بقى يعني. وبعدين هي كلها حاجات مش غلط، القلق يعني بنقلق علشان البرنامج والاعداد والضيوف والجدول وكل الامور المتعلقه بالخدمه. ما احناش بنقلق لحاجه مثلا، لكن الايه يعني انا عايزه اقول صعبه جدا. الايه موجوده عندي على الديسكتوب عشان كل يوم اشوفها، ومع هذا اللي هي نفس الشعار بتاعنا لا تهتموا بشيء. فهذه فالموضوع ده بقى في منتهى الصعوبه انه اطبقه على حياتي او اعيشه، مش بقدر. ما هو انا شايف ان هنا عندنا تعريفين للموضوع ده، في القلق والارق. القلق اللي تبتدي بقى تهتم بامور الحياه والمشغوليات، طب بكره هيحصل ايه ودلوقتي هيحصل ايه، طب الموضوع ده يمشي تمام ولا لا، هل هيكون كويس ولا مش كويس. الارق بقى لما يكتر القلق، الارق ما تقدرش تنام بعد كده، في ارق تتحرك مرحله متطوره شويه ومش قادر تحتمل بعد كده، وبينحني كاهلك من كل اللي شايله على كتافك. والرب يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي لحمة وانا اريحكم. يعني الكتاب واضح وفي ببساطه، انت شايل الدنيا على كتفك ليه؟ شايل الهم ليه؟ انا عايز اريحك، بس ملقين همكم عليه وهو يعتني بكم. طب يعني جميل قوي يعني البدايه دي يا أسيس جوزيف. يعني احنا لما كنا بنحضر للبرنامج انا في جي على سؤالي على بالي سؤال، ولكني ما كانش في فرصه ان انا اطرحه لنوال او لحضرتك. أيوه. كمان احنا أيوه. يعني برضو بسرعه عشان نطلع للهواء أيوه. وما خدناش وقتنا. طيب
احنا بنقول الآية بتقول لا تهتموا بشيء. وطبيعة الإنسان في العصر الحديث، والإنسان يعني عايز أقول، مش عايز أقول الإنسان المتحضر، ولكن الإنسان السوي، الإنسان العادي، أيه، لابد أن يهتم. أيه، يعني الاهتمام بالأشياء هو دائما يكون مصاحب له قلق. وإذا أنا ما اهتمتش، ده من وجهة نظري يعني، إذا أنا ما اهتمتش بالأشياء أنا أكون إنسان غير مسؤول. أيه، يعني أيه، يعني إزاي أنا النهاردة ما اهتمش بمستقبل ابني ومستقبل بنتي ومستقبلي أنا، أو مستقبل الخدمة، بلاش يعني بلاش الحاجات الشخصية، مستقبل الخدمة نفسها. طيب، إن ما كنتش أكون قلق على الخدمة، إذن أنا إنسان غير مسؤول، مش بفكر، سيبها كده يعني بالتكال زي ما بيقولوا. لكن يعني إزاي يكون الإنسان عنده الإيمان، وإزاي يصدق ويؤمن بكلام الكتاب المقدس لا تهتموا بشيء، وأترك كل شيء وأكون إنسان غير قلق ومش هممني وعايش في سلام. في علاقه هنا، في علاقه مش يعني، واحنا مش موضحينها. بالانجليزي بيقولوا cares of life، yes، هموم الحياه، yes. بالعربي بيقول لك لا تهتموا بشيء، اهتمامات الحياه. في فرق بين cares of life والاهتمامات. العنايه، العنايه بالشيء، العنايه بالشيء. وفي فرق بين عدم الاكتراث، عدم الاكتراث بالشيء ده اهمال، زي ما انت بتقول لازم اهتم بالامور، اكترث بيها، يعني بحطها واحد اثنين ثلاثه موضع يومين العناية. موضع يعني العنايه. لكن الكتاب هنا بيقول ايه بقى؟ لما يوصل الانسان الى حالته الاخيره ومش قادر يتصرف شؤون الحياه، من منكم اذا اهتم، يعني اذا شلت الهام هتعمل ايه؟ أتقدر ان تزيد على قامتك ولو سنتيمتر واحد ولا زرع؟ يعني ممكن تقطع راسك، وممكن تشد شعرك، وممكن تقول يا ناس انا متضايق، وانا وفين ربنا، وفين وفين وفين. طب وبعدين؟ هتغضب على الاولاد، ومرتك هتتعب من طالع بغضب ونازل بغضب، وكل يوم عمال البيت تقلب، وحاله يعني محدش قادر يكلمك، ده اللي بتكلم عنه النهارده. حاله الاهتمام اللي تخليك بقى مش قادر تفكر، مش قادر تعتني باي امور في الدنيا خالص، لدرجه ان القلق والارق سيطر عليك سيطرة. ده اللي بيتكلم عنه الكتاب هنا، يعني من منكم اللي اهتم، هتشيل الدنيا كلها، طب هتكسبيه في الاخر؟ هتخسر نفسك، اولادك، بيتك، اولادك اللي بتعلموا، اولادك اللي محتاجين كلمتك الطيبه، ما بيسمعوش الا كلام القلق والاضطراب. تصحى الصبح، طب بكره هيحصل ايه وبعده؟ ما تقدرش تعيش بهذه الطريقه. ده الكتاب بيقوله ما تقدرش تعيش بهذه الطريقه. ليه؟ لان القلق ضد الايمان، والايمان ضد القلق. يا اما تؤمن بالكتاب اللي احنا ماسكينه في ايدينا، ان ربنا بيقول هيتدخل في الامور وهيسوي الامور، نعم، وهيعمل المعجزه، او افضل خليك قلقان. يبقى اما ايمان ام قلق، الاثنين ضد بعض، ما تقدرش تمشي فيهم مع بعض. تقول انا عندي ايمان، بروح الكنيسه، بعمل كده وبعمل كده، مش هينفع. يا اما تعيش بحياه الايمان كليه، يا اما انت سايب نفسك للقلق والارق والاتعاب والهموم والمشاكل، تاخد فيك وترميك وتحط، وبعدين برضه ما تحلتش. ما هو المشكلة برضو اللي احنا خلينا نبقى عمليين. أيوه. بمعنى ان انا ببص حواليا على ظروف، ببص انه مثلا دلوقتي كتير قوي من الناس، بيوت كتيرة، أيوه، انه اتعرضت بسبب الايكونومي، أه، انه يبقى فيه لاي اوف، ساعات بيبقى فرد او اكتر من، أيوه، فرد في العيلة. أيوه. عايز تقول لي حضرتك الاساس ان الشخص او الانسان في هذه الحالة ما يبقاش قلقان؟ انا ما بقول ما يبقاش الآن، هي از ورينج، يعني عنده اهتمامات، مشغوليات بتشغل عقله، بس ما تجيبوش الارض، يعني ما تنزلوش تحت لدرجه ان هو ما يقدرش يفكر حاجه ثانيه. لان احنا عارفين ان احنا في امريكا، لما احنا في امريكا الاقتصاد، الناس عايشه في بيوتها. طب نقول ايه على الشرق الاوسط والناس الفقراء اللي في صعيد مصر واللي في العراق واللي في سوريا وهنا وهناك؟ الحاله اصعب من اللي هنا. احنا عندنا المثل العربي يقول لك من نظر الى بلوى الاخرين هانت عليه بلواه. فإحنا عايشين في العالم دايما، حتى الغني عنده اهتمامات وعنده هموم، إزاي تمانج هز ويلث، يعني إزاي يباشر ويبص على البورصة، طلعت نزلت الفلوس، وإذا هبطت 2000 يبقى جاله هارت أتاك. فإذا كل واحد باهتماماته العائلية، اهتماماته الشخصية، اهتماماته النفسية، اهتماماته الروحية، فالرب عايز يقول لنا إذا كنت غني، فقير، ليد أوف، تعبان، مريض، انظر إليه، انا اللي عندي الكنترول بقى، انا اللي بقفل
وبفتح، افتح ولا احد يغلق، واغلق ولا احد يفتح. طيب الانسان اللي عايش لوحده بقى وما عندوش حد يروح يشتكي له، او الانسان اللي ابتدى يزن ويرن على حاله بمشاكله، وكل ما يروح عند واحد يا ويلي يا انا، طب الناس تعبت من سماع الكلام ده، هو بقى عايزه تشوف شيء ايجابي منه. يعني بتقصد حضرتك تقول انه بيتذمر باستمرار بصفه مستمره، وبعدين التذمر مش جايب له نتيجه. من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ولو ذراعا واحدا. صح. والناس تعبت من الانين والحزن والدموع والكآبه والياس، الناس عايزه تشوف شيء ايجابي بقى. بس حضرتك لفت، يمكن مدحت يوافقني، القسيس يوسف قال حاجه دلوقتي، قال انه انا لو انا هقارن نفسي باحنا واحنا هنا في امريكا، ايوه، وفي الى حد كبير جدا بركات كثيره بالمقارنه بظروف المعيشه يعني اللي في ساوث افريقيا مثلا، يعني بمعنى كده انه انا ربنا يعني القسيس بيقول لي انا بص ايه البركات اللي ربنا عطيهاني اوريدي وانا مش شايفها. صحيح صحيح، لا انا متفق معاكي تماما. يعني علشان كده انا بحس يعني ان هناك يعني يعني كلما زاد الايمان كلما قل القلق والارق نزل، والعكس بقى كلما زاد يعني القلق كلما قل الايمان. مفيش ايمان خالص، مش كده مظبوط ولا مظبوط؟ دلوقتي قدامنا الخيار، يا اما ربنا ومواعيده، او انا اقدر اعملها كلها وانا اعتمد على نفسي وخليني في حالي. طب ربنا هيسيبك لحالك، مش هيتدخل. الله لا يقحم نفسه على احد، بيقول لك ادي مواعيدي، عايز تتمسك بيها تفضل، مش عاوز يو ار فري، يعني انت حر. طب ايه الاحسن بقى، تختار الشيء الايجابي ولا تخلي نفسك وانت في الياس والباس والقنوط والاحباط وكل الاطباء العيادات النفسيه مليانه دلوقتي، انا رايح اعمل كونسلنج وانا رايح اعمل مش عارف ايه، وكل مش هينفع الا لما ترجع للاصل. هنا بيحضرني مثال اسيس جوزيف هنا يعني صغير، اتمنى انه يكون مطابق بالفعل. يعني يعني داود لما كان رايح قابل جولياط، يعني هو ما يعني لو كان اهتم لو كان فكر فيها كان قال ما كانش راح خالص، هروح فين بقى خلاص، يعني هروح فين انا قد كده وهو عملاق ويعني ولا حول ولا قوه، اذا حسبتها حسبه صح لازم اجيب جيوش ولازم اجيب يعني سلم عشان اطلع اتعامل معاه، مش مقلاع وطوبه. ده كلمه منه بقى هيقول ارجع يا ولد اطلع بره. مش معقول، مش معقول. فهذه الثقه اللي في الرب وفي مواعيده كانت من مثال صغير زي داود الحقيقه. يعني هذا المثال حضرني دلوقتي، ده مثال مذهل يعني مدحت، لانه اساسا العملاق يعني ده رايح بيقدم للملك شاول الرزومي بتاعه، بيقول له ده انا ولبسه قال له خد حط حط يعني انا كان قدامي دب واسد وانا قتلتهم. الحديث شيق جدا معاك حضرتك القسيس. اسمحوا لي اخد اتصال معانا على الهواء. معانا الاخت بنت الرب، اهلا وسهلا بيكي، انت على الهواء اتفضلي. الحقيقه انا عايزه اتدخل في موضوع صغير جدا، الاخ كان فرضه على موضوع الخدمه ان احنا نكون قلقانين في الخدمه. على الخدمه ده الرب مش طالبنا ان احنا نكون قلقانين على الخدمه، هو مطالب مننا ان احنا نهتم بالخدمه بطريقته، اللي احنا نبحث نوصل للحق الكتابي، اما الريزلت بتاعتها فدي مسؤوليته هو مش مسؤوليتنا احنا. الرب لما بيعمل شيء هو متكفل بيه، ده اللي انا يعني بشوفه. ان انا عليا اقدم الرساله مجرده، اما الطلب الباقي فمن الرب. بالنسبه لحياتنا احنا الشخصيه ملقينا كل همكم عليه وهو يعتني به، مش معنى ذلك اللي احنا اجنور حياتنا، ولكن اللي احنا نبحث عن شغل، نتمسك بمواعيد الرب، نصلي ونطلب مواعيده، يا رب انت قلت ستملا احتياجنا حسب غناك في المجد، احنا يا رب ظروفنا دلوقتي قلقانه وادينا سلامك، هيدينا سلامك، الرب عارف بمشاعر البشر. امين. بشر انسان عارف، الرب هو اللي خلقه هو اللي عارفه، فمش ممكن ان هو حاسس بكل مشاعرنا. عشان كده لما حب يوصف المحبه وصفها بالام، لانه هو خلقنا وعارف ان قلب الام تبقى حنونه جدا اكتر من اي شخص ثاني، فبناء عليه احنا بنطالبه بمواعيده وهو امين في كل مواعيده. عمر الرب ما كان هو بيختبر ايماننا. امين. وما فيش تجربه، وده عن اختبار انا بقوله، ما فيش تجربه سواء مرض سواء ضغوط ماليه الرب سمح بيها الا كان من وراها خير عظيم جدا اذا تمسكت بمواعيد الرب.
ده كلام قوي جدا اختنا بنت الرب. يعني انت كده بتشجعينا، بتقول لنا اذا كان هناك ضيقه ماليه من خلال هذه الخدمه، وده امر واقع ومعلن واحنا عارفينه كلنا. هو متكفل بخدمته، هو ده عمله طبعا. من جهة عملي أوصوني أنا بعمل في الرب. أنا يجيني الشرف اللي أنا أخدم حق للرب. أمين أمين صحيح. أمين أخدم على قد الإمكانيات اللي هو بيدهاني أخدم بيها. صح. ولازم أخدمها بكل أمانة، بالسهر بالصلاة بالصوم بدراسة الكتاب عشان أوصل للكلمة. وأطلب منه المعونة، مسحة الروح القدس على الكلمة وأنا بقولها، لأن العمل مش عملي، ده عمله هو. أمين لازم أمين. أعمله أمين. بكل الجدية، وهو عليه الريزلت النهائيه. هو مش مطالبني بالريزلت، هو اللي عليه الريزلت مش انا. صح بالتاكيد. ده كلام انا اعمل كل المجهودات، عملت فاند ريزنج جود، الرب هيكفي. امين امين. الرب كتير لا امين. مبارك اسم. اني معك لا تتلفت، لاني الهك قد ايدتك وعنتك بيمين بري. فنثق ان كلمه الرب لما قال لا تخف مليون مره، 365 مره في السنه، مش معنى ذلك اللي انا اكون قلقة. في حاجات بتضغط على الانسان كبشر، بس في وسيله للخروج منها، اروح لعرش النعمه. يا رب انا اديني قوه، اديني. انت قلت يا رب لا تحكم تجربوا فوقكم ما تحتملوا، بل اجعل مع التجربه المنفذ. اديني يا رب المنفذ، فتح عيني على المنفذ تاني. ما هو المنفذ موجود، مش موجود، بس انا عينيا مش شايفاه. فأتمنى إن إحنا نكون ثقتنا بالرب أكتر من كده بكتير. أنا لازم أجد كبشر في كل عمل وضحت فيه، لازم أجد من ناحية خدمة، أصل للخدمة وأدرس الكلمة باجتهاد وأعطيها بكل قلبي. أمين. للرب. أما النتيجة فهي على الرب. أنا اجتهدت وما جانيش شغل دلوقتي، أنا واثقة إن الرب هيسدد احتياجي وهيجيب في وقتي هيسرع به. أمين. وأتمنى إن كلنا الإيمان، ونصلي كلنا الإيمان، نقول له يا رب ثبتني في الإيمان، ثبتني فيك. يوم ما أثبت في الرب أنا عارفة إنه أب حنين عمره ما هيتخلى عننا. أمين. أنست الأم راضحة ولا ترحم ابن بطنها، لا ينسين، أما أنا فلا أنساكم، يقول الرب. أمين. هللويا. جميل. جميل. شكرا. دخلة جميلة. تأمل جميل جدا. وبيخليني أتطرق لنفس الشهد، فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بنفسه بما لنفسه. بعد الصلاة الربانية بتقول إيه؟ اعطينا اليوم خبزنا كفافنا. يعني ما تقدرش تخط خطوتين، خليك في الخطوة اللي أنت فيها، وضع ثقتك وإيمانك في الرب، هياخدك الخطوة اللي بعدها. وزي ما قلنا إحنا في البداية، المشاهدين ممكن عندهم اختبارات، يشوفوا معاملات الرب، لا تهتم بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، كان في موضوع معين. بس أنا عايز أفرق بقى بين اللي مش قادر اجد كلمه لغه باللغه العربيه. يعني زي ما انت بتقولي، انا بجهز البرنامج ومهتمه بالبرنامج وش هيطلع ازاي وهيكون ازاي وايه صداه هيكون بالنسبه للمشاهدين، دي مش اهتمامات قلق يعني او قرق. لا، دي حاجات عاديه. زي ما انت بتصحى الصبح تتاكد ان الاولاد مستعدين للمدرسه وخدوا فطارهم والاتوبيس جه في الميعاد وطلعتهم، دي الاشياء اليوميه اللي ما بتكلمش عنها. دي مش قلق ولا قرق، دي شيء انت بتعمله كل يوم. القلق والأرق بقى، لما الأرق لبتجينا بقى أشياء تحدث على حين غرة، اللي أفجة. طيب بالضبط. بس ابتدى بقى الإنسان هنا الاختبار بقى. هنا بقى المحك. إيمانك ده هيشتغل ولا مش هيشتغل، أو حاجة تاني حركة. أيوه. أسيس. أو مثلا على سبيل المثال، يعني ده مثال، شخص فجأة رايح عند الدكتور لتشيك أب عادي، وبعدين بيكتشف كلنا عارفين اللي بعد كده، الدراما اللي بيدخل بقى في يعني تيست بقى، يعني ميديكال تيست لا حصر لها، ابتدي بقى ما بينامش بالليل. وانا لسه بعرف احباء وشركاء لينا في الخدمه مروا بهذه الظروف. وكمان لما اخذ اقول، لما بنروح نعزي الناس في مفقود معين، شابه فقدوه في الحياه، وتقول لهم لا تهتموا بشيء بل في كل شيء، طبعا ده كلام مش هيكون معزي، لان هو حاليا بيمر في تجربه، والتجربه بتاخد وقت للشفاء. هي هاز تو جو ثرو ذا بروسس، ذا جريفينج بروسس. الوقت هنا هو يعني كمان ده بيشدد. دي مشكله ثانيه دي. طب احنا دي هتخلينا برضو ننتقل نقطه يعني ثاني. اذا على المؤمن انه يعيش حياه التسليم. يعني انا بقى يعني ما افضلش اقول
طيب انا جالي النهارده ليه اوف، ولا حصل ظروف، ولا قريبي مريض، ولا كذا، وافضل امر بالتجربه، والتجربه بتاعتي حضرتك بتقول ان هو بياخد وقت لغايه ما يعدي من التجربه. هيلين. افضل بقى سنتين ثلاثة اربع سنين. لا لا لا. يعني لا، اصل في ناس طبعا الحزن الرديء اللي قال عليه الكتاب المقدس هذا الحزن الرديء ده موجود عند ناس. طبعا طبعا. فانا عاوز اقول ان لابد ان يكون في عندنا تسليم يعني حياتنا في ايد الرب، علشان من هنا ناخد السلام. حياه روحيه متصله بالرب، لان من غير الاتصال بالرب مش ممكن. صحيح. لان الانسان هيترك نفسه لعواطفه ومشاعره والناس وكلام الناس، وهيسيب نفسه بقى هينزل، وهو من غير حياه روحيه. من غير ما اكون انا عندي قامه روحيه معينه. مهما كانت، يعني انا مش بقول قامه روحيه عاليه، انا بقول قامه روحيه يعني عاديه. من غير ديت يعني ازاي الانسان يكون يعني، ولا حتى حياه التسليم يقدر يعيش. انت تقصد العلاقه الشخصيه. الحقيقه الحديث ابتدى يعني اخذنا بشكل شيق جدا، والاحباء المشاهدين مستنينا على التليفون. لا احنا ناخد تليفونات، احنا عايزين المشاهدين الحقيقه يعني يعزونا باتصالاتهم. زي الاخت بنت الرب معانا، الاخ حسن دلوقتي على الهواء. اهلا وسهلا بيك، تفضل. مساء الخير اختي. مساء النور، اهلا وسهلا بيك اخونا. اهلا، مساء الخير لضيوفك كمان. اشكرك اختي الكريمه. انا انه بس بدنا نصلي على شرط انه نتجه للرب بقلوب صافي. يا ريت تعيد تاني الجمله الاخيره. بدنا نصلي اللي بدنا نصلي نكون صادقين مع الله بقلوب صافيه. اوكي بيور هارت. اوكي. لانه ربنا بيستجيب، بس الانسان لازم يكون قلبه صافي ليتجه الى الله. انا بعد اذنك اختي، انا كان في حلقه للاخ مصطفى امبارح. ايوه. اول امبارح طلبت صلاه لاولادي، عندي اربع بنات وبعضهم مسلمين يعني. الله يخليهم. عندي بنتي اسمها زينب. انا بشكر الرب، عندي بالليل نايمه بتقول لي يا بابا العذراء عندنا بالذات. يا بابا شو العذراء؟ الساعه 3 4 الصبح نايمين يعني، بتدق علي الغرفه وبتقول لي يا بابا العذراء عندنا بالبيت. يا 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 قلت تعال نشوفك، طلعت ما في حدا بالاوضه. قلت يا بابا صدقني انت. طب بابا امين امين. وقعدت حرام تبكي من امبارح بتبكي. قلت لها بابا ليش عم تبكي؟ طيب العذراء لو ما ظهرت لك يعني بتحبك العذراء. هو الرب بيستجيب. انت معانا يعني بقالك كام ليله وبتطلب الحاح. يمكن مدحت بيفتكر ان هو الحقيقه يعني كل يعني امبارح واول امبارح بيتصل الاخ حسن، وانا في البرنامج امبارح اتصل برضو. انا بشجعك، انا بشكرك الاول انك بتتصل بينا وبتتابع معانا وبتتفرج على الاراميه، وفي نفس الوقت بشجعك انك انت يعني خليك في طريقك، واحنا بنصلي من اجلك وصلينا امبارح من اجلك. وامبارح يعني في حد من الخدام اخذ تليفونك وهيتصل بيك باستمرار علشان يتابع معاك في يعني الانتعاش الروحي بتاعك يبقى افضل، وتبقى حياتك الروحيه افضل وافضل، والرب يقويك، والرب كمان يستطيع ان هو يجيب اولادك. ويمكن دي خطوه يعني جميله بنسمعها النهارده من استجابه المؤمنين اللي بيصلوا من اجلك ومن اجل اولادك. اكيد دي استجابه صلاه. طيب احنا معانا ما زالت اتصالات، الاحباء يفضلوا معانا، بس هنطلع على فاصل قصير ونعود معكم حالا. واحنا في هذا البرنامج نشكر رب من اجله ومن اجل الاحباء اللي بتصلوا بينا، واحنا في حمله دعم الاراميه لست الشهور القادمه. بنشكر رب من اجل محبتكم وتعاطفكم وسخاء عطائكم لهذه الخدمه. نعود بعد هذا الفاصل. شاكرين كل حين.
الصلاة هي رائحة بخور زكية أمام الرب. صلوا من أجل استمرار خدمتنا. موقع الآرامية الجديد www.absad.com. زوروا موقعنا في حلته الجديدة لتجدوا كل ما تحتاجونه في هذا الموقع من برامج حية مباشرة. Aramaic Broadcasting Network. برامج تخص الأسرة والمجتمع، برامج سياسية، برامج روحية، وبرامج إخبارية على الصعيد الدولي والمحلي والشرق الأوسط. كما يمكنكم الاستماع إلى راديو الآرامية من خلال الموقع، ولا تفوتكم فرصة الدخول على مكتبة الآرامية واقتناء نسخة من برامجكم المفضلة. كما بإمكانكم معرفة جدول البرامج المعروضة على شاشة الآرامية من خلال موقعنا الجديد. كما يمكنكم المشاركة في استفتاءات الآرامية من خلال زيارة الموقع. وقريبا جدا موقع الآرامية باللغة العربية. صلوا لأجلنا والرب يبارككم. مرة أخرى أحبائي المشاهدين نعود ونستكمل لقائنا مع حضراتكم، وهذه الحلقة موضوع حلقتنا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. ومعنا الأحباء الحضر الأسيس يوسف حبيبي، ومعايا كمان أخويا مدحت يعقوب، ومعايا حضراتكم. بنستمتع بكم وبمداخلتكم. وكان الحقيقة قبل ما أخذ المداخلة معنا خط على التليفون، بس كان حابب قبل ما أخذ الأخ أنور، كان حابب الأسيس يوسف يعلق تعليق على كلمة قالها أخونا حسن في الاتصال اللي فات. فضل حضر الأسيس. مع أن أخونا حسن يعني ابتدى يختبر الرب، ابتدى الرب يشتغل في حياته ويشتغل في حياة عيلته ويديهم رؤى للمستقبل. يعني قال كلمة، قال ما تقدرش تيجي لربنا وانت ما عندكش قلب صافي. صحيح. يعني ما فيش تسليم كامل بينك وبين رب. ده ما حدش قال للأخ حسن ازاي تقابل ربنا وازاي تعيش لربنا، لكن هو شعر في نفسه انك الله لا يشمخ عليه، يعني عيناه تخترق أستار الظلام. بيشوف كل شيء، كل شيء مكشوف قدامه. صحيح. فلما بتجيله بقى هو عارف قلبك وعارف نياتك وأفكارك وعارف احتياجاتك وعارف مشاكلك وعارف مشغولياتك وعارف كل اللي بتمر فيه. بس ربنا بيبغي بقى ان احنا نتحدث معه، نتكلم معاه. الكاتب الترنيمة بيقول يحلو حديثي معه سرا ولا رقيب، لانه عارف كل شيء. فأشكرك أخ حسن وبشجعك انك انت فعلا امتلأت الطريق الصحيح، انك بقلب طاهر بقلب نقي تبتدي تتقدم لربنا. شكرا حضرة الأسيس. واخذ الاتصال دلوقتي من الاخ انور. اهلا وسهلا بيك انت على الهواء، تفضل. مساء الخير، ربنا يبارك قناه الاراميه وقدام وجنب القسيس وكلكم والعاملين. امين. بنسبه الاتكال على الرب، فعلا من اتكل على الرب فهو امين وعادل حتى. امين امين امين. حتى نفس كل طلبات. وأنا قبل نجي أمريكا أنا مريت بضيقة شديدة خالص. لدرجة إن أنا خلاص بدأت أكره نفسي من التعب في الشغل، ومن وأقول يا رب أنا قدمت وظائف كثيرة ووظائف كثيرة بسبب إن أنا مسيحي اتنفرت منها، رغم إن يعني جاوبتي كويس في الامتحانات، ومريت بظروف صعبة. ومش عارف ربنا مرتب ليه ان كان بيرفض خلينا اترفض في الاشغال في مصر وكده. فاقول ليه رب احنا تعبانين، امال اولادنا هيعملوه، اما احنا تعبانين اولادنا هيعملوه. وعلى طول كنت راح اصلي لربنا ولجأت لربنا وقلت ربنا متكل عليه. خلاص انا قرفت من هنا وتعبت في الشغل هنا في النظافه في الفنادق وهنا وخلاص. ويس لقيت إعلان في الجورنال في الأهرام 55,000 فيزا لأمريكا.
قلت ما انا قدمت في كل الوظائف جات على دي يلا قدم زي ما تيجي زي ما تيجي زي ما تيجي. بعد كده بوصل لقيت ربنا فتح الباب مراتي بتتصل بيه بتقول لي في جواب امريكاني جالك. في امريكان انا ما اعرفش حد هناك ان يعني بعت له كده. قلت لها ما اعرفش بتاع البوسطه قال يمكن الهجره. قلت مين اشكرك افتكرت بقى انا كنت نسيت الموضوع ده صح. رمته على واتكلت على ربنا كنت نسيت الموضوع ده. ببص لقيت بدات اشتغل في الموضوع وامشي في الموضوع وبدا ربنا يفتح الابواب ورحت الكنيسه مع قسيس اسمه القسيس ممدوح. فقال الرب هيخلي كل الناس اللي يعرفوك يستعجبوا ازاي في عمل هيعملوا معك ربنا هيخلي كل الناس دي تستعجب. امين. لان الناس كلها كانت مستغربه ايه اللي حاصل وانا لا مؤاخذة سوري يعني غلبان وعلى كد حالنا مش ناس ربنا يبارك. وبدا الرب يفتح في الابواب. امين امين. ربنا كرمنا وجينا امريكا ونشكر ربنا على كرمه معانا برضه هنا وكل ما متكلين على الرب فهو يعولك. امين امين. تأكل على ذراع بشر لا اطلاقا وانت فصلتنا اخ انور. والحقيقه يعني احنا تعزينا لو انتوا بتتفقوا معايا في الكلم في الكلام اللي بيقوله هو بيحكي اللي مر بيه في مصر الظروف اللي مر بيها يعني لو احنا زي ما ابتدى القسيس يوسف وقال في الاول انه احنا هنا بنتذمر انه ما فيش شغل مع ان في تسهيلات كتيره بالنسبه للحكومه مع الناس. على فكره دي كمان يعني ما هياش قصه الاخ انور بس ده آلاف ده في آلاف من المسيحيين اسمهم أنور بنفس الطريقة يعني يعني آلاف من المسيحيين قبلوا اضطهاد في مصر وقبلوا ظروف صعبة والرب فتح لهم باب. المهم كانت المهم اللي أنا لاحظته من عنده هو قدم على الهجرة وقال لك يلا زي ما تيجي تيجي زي ما تروح تروح ونسيها ربنا يقول بقى إيه أفكاري ليست أفكاركم وطرقكم ليست طرقي. يعني بيعمل أشياء ما كناش نتخيلها ولا حتى نحلم بيها. اول ما بقى يفتح الباب نندهش احنا له ايه اللي حصل ده بقى لان ما كناش متخيلين انه هيحصل اللي حصل. يعني هو عايش في مصر ويلا قدم جات وما جاتش ما جاتش ولسه شايل همومه وماشي بمشاكله والاولاد والبيت وبكره وبعده والسنه الجايه وعلى حين غرى ربنا بقى فتح الباب كله على عرض بقى صحيح ادخل يلا فده اللي احنا بنتكلم عليه القلق والايمان. يا اما الايمان يا اما القلق. أمين. يعني الاثنين يعني لو القلق موجود يعني معنت كده انه انا ما فيش بس نتيجته ايه المهم النتيجه ايه للقلق بالزبط. النتيجه ايه للايمان هوب امل رجاء انفراج ايجابيات في الحياه ده اللي عايز ربنا يقول لنا انا معاكم انا ماسك بايدكم ارفع راسكم بقى انت ما تنكس راسك وماشي كده حزين ارفع راسك فوق بص لربنا هو عنده الحل. الايجابيات بقى خليني اشاركه لانه انا لسه جاي لي المخرج دلوقتي وقال لي يعني بلغني خبر حلو خالص نشكر خير فرحينا نشكر الرب وصل تبرع من اخ محبوب متبرع تبرع ب $1,000 امين جميل كويس نشكر الرب احنا يعني بنتشجع دايما بهذه الامور مش بالماده لكن انا لا بس بيذكرنا ان هو معانا بالظبط وعلى فكره يعني انت عارفه نوال والاسيس جوزيف عارف ان سياسه الاراميه في فتره الفند ريزر دي يعني احنا يعني قلنا خلاص زي ما احنا بنقول لا تهتموا بشيء وزي ما هو شعارنا على الشاشه بتاعتنا شاكرين كل حين احنا بنقول في هذه الحمله مش هنتكلم عن الفلوس احنا بنقول يا جماعه احنا فتحنا باب التبرعات احنا فتحنا باب العطاءات من النهارده من الاسبوع اللي فات الى لغايه ما تنتهي المده اذا كانت 5 أسابيع او 4 أو 6 حسب ما الرب يشيء وتنتهي. امين. المهم يعني عايزين نقول ان احنا مش هنتكلم كل يوم نقول لكم احنا كذا وعايزين وادفعوا انتوا عارفين احتياجاتنا زي ما الرب عارف احتياجاتنا والرب قادر ان يثقل قلوب الناس. أمين. ان هي تدفع اي مبلغ وهيحصل علشان وهيحصل وهيدفع والرب اذا مش عايز الاراميه دي وعايزها يعني 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 ده عمله تنتهي خدمه الخدمه فيها خلاص لتكن اراده الله. فدي يعني سياستنا في المرحله دي. احنا بنشكر اي واحد بيصلي بس من اجلنا احنا عايزينكم تصلوا وربما الصلاه بتاعتك دي يعني انت انسان مش غير قادر وعندك لي اوف وعندك ظروف ماديه صعبه ما تقدرش تتبرع او تدفع اي مبلغ للاراميه خلاص ذاتس فاين يعني يعني
يعني ما فيش حاجة، بس طالبين منك حاجة واحدة بس، صلي صلي من أجل هذه الخدمة أن الرب يعني يوضع ناس علشان تستمر. ممكن واحد يروح دافع 150 ألف دولار بتشيك قد كده، يبقى يعني عمل لنا استمرار لينا أربع شهور مثلا يعني. فإحنا واثقين في ده تماما، إحنا سايبين الأمر كله بإيدين الرب. المبلغ كام باي ذا واي؟ يعني مبلغ بسيط جدا المطلوب لست شهور. بالنسبة للست شهور القادمة. أيوه. 250 ألف دولار. 250 ألف دولار جايز. جايز طبعا صغير يعني، جايز يعني أخويا اللي بيتفرج عليا النهاردة وهو عنده ظروف مادية ولي أوف وبيشتغل بعدد قليل من الدولارات في الساعة، يقول يا هتعملوا بيها إيه 250 ألف دولار؟ لكن صدقني صدقني، لأن ادخل أنت على الإنترنت وشوف مصاريف البث كده، أقول كده عايز أعمل قناة فضائية وشوف المصاريف تبقى إيه. بس ترفع الإشارة بس من الأرض للقمر الصناعي. بس السيجنال زي ما بيقول الأسيس جوزيف، يعني بس عشان تبعت اللي احنا بنتفرج اللي احنا بنعمله دلوقتي ده علشان يروح على القمر الصناعي ويرجع تاني عند حضرتك في البيت. شوف ده بيتكلف كام ألف في الشهر، وبعدين بقى رواتب الاخرى بقى، بعد كده رواتب الموظفين، وبعد كده الاكسبنسز بتاعتنا والاجهزه والديكور والرنت ولا الايجار والبلات كلها، يعني كل ده يعني هتلاقي اكتر من كده. بس احنا بنقول يعني يا دوبك لو احنا حصلنا على 250 ده هيخلي الأرمية تستمر لمدة 6 شهور فقط، والرب يكمل بعد كده. الرب يعني زي ما يقول احنا هنقف لغاية هنا خلاص. احنا كل اهتمامنا دلوقتي بالرسالة الروحية، احنا عايزينك تفتح قلبك وتقعد معانا في البرنامج واحضر معانا واسمع معانا وشارك معانا، لكن موضوع الفلوس ده سيبه على الرب. صلي بس من أجلها زي ما قالت أختنا بنت الرب. تفضل حضرت الأسيس. زي ما قال الأخ نشط، ممكن واحد متحد. يكتب أسيس جوزيف. لا أسيس جوزيف أنا همشي وأجيب لك الأخ نشط. لا لا أنا السبب. أخ مدحت. أنا السبب. الأخ مدحت. زي ما قال الأخ مدحت أني ممكن ربنا يكلف واحد قل له اكتب شيك ب 150 ألف دولار. فبعض الأحيان ممكن يحصل كده. أكيد. بس في بعض الأحيان ربنا بيقول لا، أنا عايز المؤمنين المشاهدين يسمعوا. وهم كمان جزء من الخدمة دي. يمكن ده هيدفع 100 وده 50 ده 10 ده 5 ما يهمش المبلغ، بس ربنا عاوز المشاهدين كمان يشاركوا في عمل الخدمة نفسها. طبعا بيعطي فرصة للبركة. بيعطي فرصة للبركة صح. ده مش بركة كمان يعني، بس هي متحت ومش بس يعني حضرة الأسيس، أنه ربنا عايزنا ننتظر. ده بيبقى نوع من المتعة أن إحنا نشوف يمين الرب إزاي بتشتغل معاملاته في وسط الضيقة وفي وسط الظروف الصعبة. وعلشان أعرف أنه مش بشطارتنا بقى أن احنا بنقعد أو أن احنا متكلين على ناس أو في مصدر أو في مثلا يعني ياما شركات يعني كبيرة بتبقى معروف مصدر تمويلها فين، لكن احنا مصدر تمويلنا سماوي. تمام. يعني أنا بدون الخوض في تفاصيل أو بدون التجريح، يعني احنا لو شفنا اي قناه اسلاميه، شوف ميزانيه، يعني هتقدر تحس من لما تشوف الصوره على الشاشه وتشوف المصاريف المصروفه على الناس اللي الضيوف اللي بيجيبوهم وعلى الديكورات اللي شغالين بيها وعلى يعني الستاف اللي بيعمل دي يعني ملايين بتبقى دي ملايين يعني دول الخليج يعني كتر خيرها الرب يباركهم يعني بيعطوا يعني بيصرفوا صرف على هذه القنوات غير عادي. احنا يعني كلها من المحبين يعني، وبتشوفوا انتوا حضراتكم بتفتحوا بنفسكم الشيكات اللي بتيجي بتشوف يعني 50 دولار 25 دولار و10 دولار يعني حاجات يعني صحيح في ناس بتدفع الاف يعني مشكورين مشكورين وبنشكر الرب من اجل ده ومن اجل ده. انا عايز اقول ان قيام هذه المحطه وهذه القناة على الفقير اللي بيدفع 10 دولار لكن الرب بيحط فيها بركة وبيخليها يعني أساس للمكان ده علشان يستمر. خمسة أرغفة والسمكتين. بالضبط بالضبط بالضبط. وهو ده يعني تعزيتنا، وهو ده اتكلنا ورجعنا فيه. ناخد اتصال من الأخت نهلة. أهلا وسهلا بيكي أخت نهلة، تفضلي وأنت على الهوا معنا. يا اهلا بك اخت نوال. يا اهلا بك. اهلا وسهلا بجميع ضيوفك.
الأخ مدحت والأخ القاس حبيبي. لنا الشرف أن يشوفكم ونشاهدكم دائما بالقوة الروحية اللي تأملون بها. أهلا بك. يا أخت نوال، أنا كلمتك سابقا عن الحالة اللي أنا للآن شوية تعباني لأن excited talking to you، بس كلمتك عن شفائي من مرض صحيح. كبير مين. صحيح. أحب أقدم اختباري لأني يا ريت خذي وقتك. أنا كنت بصلي لك النهاردة جدا بالرب. أمين حبيبتي، أنا بشكر أمين. الرب من أجلك، ده ربنا بعتك وأنا كنت بفكر فيكي وأقول يا ريت تكون افتكرت المكالمة اللي بيننا وتوفي بوعدها وتتصل. تفضلي. I do وعد الرب كريم وطيب وطيب وحلو جدا جدا لكل المجد. الله جميل. أمين شكرا. تفضلي. أنا كان عندي حقيقة رحت فيزيكال ومثل ما تفضلتم شيء طبيعي، بس حالوني من واحد للآخر واكتشفوا أنه عندي لايبوساركوما اللي هو نوع من الكانسر وكان عميق جدا واصل للرئة. فالحمد لله، وكان فرح بنتي بعد شهر، فبقيت ساكتة ما خبرت بنتي ولا عائلتي جميعا ومشيت بالأمر أتابع وقتي وحالاتي وتحضير للعرس. مع هذا حدد ما وقت العملية في أسبوع بعد العرس اللي أنا اخترته. فسكوت عام فرح متواصل. مع هذا كان عندي عزيمة وقوة أمين. وفرح بالرب، اعتماد علينا واعتماد كلي بفرح قوي بإيمان. يا رب يا إلهي، أنت حملت صليبك ومشيت، أنا لأحمله وأمشي. فحملت صليب يا ربي يا إلهي، أستدع روحي بين يديك، أنت تشافيني، أنت الشافي المعافي. فاطمأنيت قبل ما أروح. صار الفرح بنتي وراحت بسلام في طريقها، وأنا أخذت نفسي للمستشفى مع أولادي البقية فرحنا للعملية. فلما رحت للعملية صدقوني تأكدوا كنت بفرح عظيم، ما أني كئيبة ولا بائسة ولا أبدا، بإنما كنت فرحانة بقوته أمين. بملكوته بمجده العظيم، أنه nothing معي، ما في أي شيء، ما في أي خطر على حياتي ولا على حياة أولادي ومستقبلهم. فالرب كان معي، وحتى كنت أقول أني رايحة لحفلة لأبتهج لأن خلص. كان فرح مع الأطباء والنيرسز مازحين معي، ما هذا السر؟ فأقول لهم إنها قوة الرب. أمين. أنه اللي قويني وهو معي. دخول العملية أعطوني المخدر، فأنا أصلي وصليت لهم يا رب أعطيهم القوة والمهارة والسكيلز لتكن يدك معهم ليساعدوني يساعدوا آخرين مثلي. وكانت قوة الرب عظيمة. بعد 24 ساعة من الانتنسيف كير أنا إنسانة جديدة كأنه لا شيء. Amazing. Hallelujah. Yes. Hallelujah. مجداً للرب. مجداً للرب. كل اللي أقوله يا عالم، يا مؤمنين، يا عطاشة، يا جياع، الجأوا إلى يسوع. Hallelujah. الجأوا إلى يسوع. ما في حد يعيننا إلا هو. هو نور العالم. هو الطريق. هو الحياة. هو النور. ليس بغيره أي شيء. أمين. هو من الأول، هو من البداية، هو للنهاية. أشكر الرب جميعا. على طول على طول على طول فرحي وإيماني زاد زيادة فظيعة جدا جدا. لا أستطيع التبشير كما تعملون، أني حد الآن في البيت ما عندي وظيفة لي. I have to stay home. لازم أبقى بالبيت. بس بفرحي هذا نرسز يأتون للبيت. ما هو هذا السر؟ إن الرب أعطاني قوة وأحكي عن قوة الرب ما فعل بي. اللي أقدر أعمله هو أن أحكي للأولاد، لجيراني، لأهلي، لأخوتي، لخواتي، لكل من يتصل بي، وحتى لقس الكنيسة اللي أروح أذهب إليها تكلمت معه وباركني وزارني. على كل إن أعمل الطريق قصير، أنه أشكر الرب دائما وأمدحه.
لا أستطيع أن يمر يوم إذا ما أقرأ الكتاب وأمجد اسمه بكل شيء صغير. نجد بها النعمة، الراحة، البركة، الهناء. افتح قلبك ليسوع. أمين. أنت شهادة رائعة أخت نهلة، يعني يعني يا ريت نتمنى تكوني قاعدة هنا جنبينا وسطينا أخت نهلة ونتعرف عليكي، والمشاهدين ياخدوا بركة يشوفوا هذه الإنسانة وعمل المسيح فيها. أخت نهلة خليكي معانا من فضلك، عندي سؤال بس صغير لحضرتك. أنت بتقولي دلوقتي وأنت رايحة المستشفى رغم هذه الضغوط النفسية اللي أنت كنت عايشة فيها والفرح بتاع بنتك والفحوصات قالت أن في شيء فعلا، وانت رايح المستشفى عشان تعمل عملية، انت بتقولي انك كنت فرحانة. فسري لي بقى، فسري لي ليه كنت فرحانة وانت في هذه الظروف. افسر لك وكلش سهل، لانه وجدت سامعينك. افسر لك وكلش سهل وبسيط، لاني وجدت نعمة عنده، لانه باركني، لاني واثقة فيه، واثقة من عمل الرب يسوع، لان ما احد يشفي الا الرب، ما احد يعين الا يسوع. فلماذا اعتمد على هذا وهذا وكذا قال وكذا والوم نفسي ولماذا ابكي؟ الأحسن الأفضل أني أتهلل بربي وبنعمته، أبجلها أقدسها. ولهذا الرب أعطاني الشفاء قبل أن أذهب. طلعت الفحوصات أرتردات كلها أوكي الحمد لله أشكر الرب. وكانت ميجر أوبريشن very deep، بس الحمد لله أشكر الرب نعمته. أمين. أشكر الرب. أمين. نشكر الرب من أجله. كلنا قلوبنا يعني بتفيد بالشكر. والأسيس يعني يوسف عنده تعليق. تفضل حد الأسيس. شفت الأخ حسن قال إيه؟ Pure heart. وإحنا كنا بنتكلم في بداية القلق والإيمان. دي في وسط المشكلة، في وسط الألم، في وسط الاهتمامات الحياة بتاعتها، حطتها كلها في يد الرب. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ولو ذراعاً واحداً. في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. من يفصلنا عن محبة الله؟ عري، ضيق، سجن، موت، شدة، حزن، ضيق. في هذه جميعها كل الكومة دي بقى يعظم انتصارنا. ده اللي كانت هي عايشة، ده اللي احنا بنقول عليه. جميل. انت إيجابي في وسط المعمعة، إيجابي في وسط التجارب، إيجابي. شوف هي دي حياتها مهددة، مش بس لي أوف، هي نفسها هتفقد الحياة. بالضبط. إذا سابت نفسها بقى للقنوط والحنوط والهم والغم والقلق والأرق راحت. صحيح. طب هيعمل إيه ده كله؟ خدها كلها يا رب بقى. ملقين همكم عليه وهو يعتني بكم. الرب تمجد. جميل. مجد غير عادي. كبار رائع. أنا جميل. شجعنا وهللنا كده وإحنا قاعدين. خالص. أنا عشتي قلوبنا ورويتينا. وهو ده فعلا وخلت مشاغلنا تبقى صغيره خالص. بالظبط. دي نقطه مهمه. ان احنا حسينا ان احنا مشاكلنا كلها صغيره فعلا. اقزام يعني احنا اللي بنتكلم فيه ده، يعني ايه اللي بنقوله ده يعني. بالظبط كده. نشكر الرب من اجلك اخت نهله، من اجل كل الاحباء اللي شاركونا واللي هيشاركونا في بقيه البرنامج. الخطوط مفتوحه، وزي ما قلنا في الاول دعمنا هو تشجيعكم المعنوي واتصالاتكم واختباراتكم. هو ده الدعم اللي احنا مستنينه، هو ده البركات اللي بناخدها، لان بنقول عمل الرب موجود ونعمته موجوده واحنا بنتعزى باختباراتكم. نعود معاكم بعد هذا الفاصل، نواصل تواصلنا من خلال اتصالاتكم. ارفعوا سماعه التليفون واحكوا لنا اختبارات رائعه زي الاخت نهله بعد هذا الفاصل. شاكرين كل حين. الصلاة هي رائحة بخور زكية أمام الرب. صلوا من أجل استمرار خدمتنا. خبر والتعليق. ضاعت
هيبة الدولة وضاعت سيادة الثورة الليبية هي ثورة حمراء. خبر والتعليق، برنامج حواري يقدمه مدحت يعقوب، يذاع البرنامج كل يوم جمعة الساعة 9 مساء. تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، ويطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر والتعليق عليه من خلال مجموعة من الخبراء والمسؤولين السياسيين والاجتماعيين والكتاب والصحفيين وأبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ليطرح التعليق المصاحب بالتحاليل لكل خبر أمام المشاهد الكريم، تاركا له حرية اتخاذ موقفه اتجاه الخبر المطروح في كل حلقة. يأتيكم هذا البرنامج كل يوم جمعة في الساعة 9 مساء. هذه البرامج من أجلك عزيزي المشاهد، شارك معنا في رسالة الآرامية وفي استمرار هذا الإنتاج المتميز. الآرامية تحتاج إلى رعايتك، صلي من أجل هذه الخدمة والرب يبارك حياتك. إذا أردت الحصول على بركة العطاء، راسلنا على العنوان PO Box 724 Wild Lake Michigan 48390 أو الاتصال بالآرامية على رقم الهاتف 248-416-1300. لسه كنا بنتكلم مع الأسيس يوسف قبل البرنامج، والأسيس بيفكرني قد ايه كنا بنبقى قاعدين والمكان ضيق جدا لما ابتدأت الخدمة، صح الأسيس؟ كان ظهرنا بيبقى تقريبا ملامس للحائط اللي ورانا. ولما بفكر في الأيام دي ازاي كنا يعني we're functioning، يعني كنا برضو عمالين نبعت الرسالة برا، برامج بتطلع والبرامج قوية، ولما يجي عيد الميلاد وقاعدين في كورنر مش قادرين نحط الفرقة الموسيقية ومش قادرين نحط الناس والآلات. أنا فاكرة كنت بتجيب الفريق الجميل بتاعك يا نشكر. والمكتب العام كله كل واحد أنا قاعد مسنق في التاني ما فيش، كان مكان خالص. صدقني هذه الحاجات الجميلة اللي الواحد بيقول لما ترجع بقى تشجعك إنك طبعًا دلوقتي طبعاً وبيعرف قد إيه يعني يعني إن الرب يعني بيتمجد في عمله وبيساعد، ما دام ده عمل الرب فيعني احنا برضو لابد ان احنا لا نهتم بشيء يعني، وبيقول لي هو ينمي العمل الاستمرارية هو هيستمر رغم في عوائق. يا طب ومين ما عندوش عوائق ومين ما عندوش مشاغل في الحياة وكلها كل يوم احنا بنعيشها في البيوت بنعيشها في الشغل. والكتاب بيقول في العالم سيكون لكم ضيق، لكن بقى ايه؟ ثقوا ايمان، ثقوا رجاء امل اني قد غلبت العالم. الفكرة يعني يمكن أنا أحب كمان أشارك مدحت في الحكاية دي، يعني كان كل ما يتمنوه الأحباء الغاليين مثلا على قلوبنا اللي من الرب أعطاهم الرؤية هنا، كان بيصلي مثلا الأخ باسم أنه يا رب بس اديني مثلا أوسع المكان اللي أو البيسمنت ده، أخد مثلا كم غرفة فاكر حتى الأسيس أو مثلا يعني أخد قاعة تاني أكبر أو صحيح. هكذا أو مبنى، لكن كانت طلباتنا صحيحة يعني على قدنا، لكن على قد اللي بنفكر فيه، على قد اللي يعني بنفكر فيه، وربنا عنده فكرة تاني بقى. بالضبط الرب كان عنده. عارفة يا نوال صدقيني يعني لو تشوفي كل أعمال الرب، يعني لو تشوفي إزاي بدأت هتحسي إن يعني فرق السماء والأرض، يعني زي ما إحنا بنقول، أو لما لو شفتي البذرة إزاي نمت. بص على اي كنيسه بتبتدي جديد، بص لقيها يعني في اي كنيسه في مصر النهارده قائمه على يعني مصروف عليها من الدوله؟ مش ممكن طبعا. في اي كنيسه في يعني او ولا دير ولا مركز اجتماعات مسيحي ولا في الشرق الاوسط ولا عموما يعني هل في صرح من الصروح المسيحيه اللي موجوده في الشرق الاوسط دي دولة واحدة حط ولا أمير عربي ولا غيره حط قرش واحد فيها؟ عايز يهدمها مش يبنيها، عايز يهدمها. ومع ذلك وعشان كده بتبتدي ازاي زي ما احنا عارفين، تبتدي في مخزن، في جراج، في خيمة معمولة بقماش، والرب يتبص تلاقي
يعني يوسع ويوسع وتبقى خرسانة وكونكريت وتزيد وتعلى وتكبر. أو في اجتماعات بيوت ده اللي بيحصل. أو اجتماع في بيت أو اجتماع في مكان مقفول، أي اجتماع مكان مقفول. تبص الاجتماع فيه ثلاثة أربعة زاد ونمى، لأن الرب اللي بينميه مش إحنا. بالظبط. وبتهيألي في كل هذه المواقف ربنا عايزنا نعتمد عليه بقى، عشان كده بياخدنا خطوة خطوة ويوسع. بيقول لأن مش عايز المجد يرجع للإنسان. شوف أنا بنيت إيه وعملت إيه وإيه وإيه. لا، ده هو عايزنا بقى كل خطوة باحتياجاتها بمشاغلها باهتماماتها وهو موجود. هو عايز يمررنا بالخطوات دي عشان من خلالها بيعطي مع التجربة المنفذ عشان نتعلم منها. صحيح. وإلا إذا أنت مثلا تروح عندك مليونير وتقول لابنك خد كذا ألف دولار روح اشتري مرسيدس. خلاص. هيعرف إيه طعم المرسيدس؟ يكسرها لأن ما لهاش قيمة في نفسه. ولا حاجة. ما تعبش فيها، ما فيش دموع، ما فيش يعني مجهود كان. ده عمل ربنا بالبكاء والفرح سرور بالمتاعب بالضيقات، وربنا بيشتغل وبيصنع المعجزة. أنا عارفة أن عندك المزيد من الاختبارات وكمان مدحت، بس أنا بحب أفكر الأحباء المشاهدين أن إحنا استمتعنا من ساعة ما ابتدينا البرنامج. صحيح وقت البرنامج ابتدى ما يبقاش فيه كتير، لكن إحنا برضو بنحب نسمع منك اختبار بيشجعنا وبيعزينا، بنحب ده بيدينا دعم وتعضيد. وهرجع تاني، تفضلي مدحت عندك. أشكرك. أنا بس زي ما أنت بتقولي نوال دلوقتي، اختباراتنا في الضيقات اللي بيتكلم عنها الأسيس جوزيف دلوقتي، الضيقات في العمل في الخدمة هنا معانا ما هياش بس ان احنا عايزين جهاز، ولا عايزين نغير الستارة، ولا عايزين نغير البانل اللي ورانا ده اللي احنا عمالين نحطه من البرنامج ده ونجيبه نحطه في البرنامج التاني. غير السيتاب. يعني السيتاب اللي موجود ده، يعني مش بس ده، سيبك من كل المصاريف دي. هذا الأسبوع اللي احنا موجودين فيه واحنا بنجهز للفندريزر، طبعا واحنا بنجهز الفند ريزر بيبقى يعني حاله طوارئ، يعني ما فيش اجازات، ما فيش حد يتاخر، ما فيش حد بياخد كله اعداد عدد ساعات العمل بتاعته، لا يعني اضعاف، مش هقول يعني يعني مدحت، يعني احنا نشكر رب. احنا دلوقتي كمان العدد ما هوش زي الاول برضو بسبب بسبب الحاله الاقتصاديه، يعني ظروف اضطرت الاداره، لانه يعني لما تتخيل حضرتك عارف يعني، بس انا بقول علشان المشاهدين الاحباء يسمعوا يشوفوا الصوره كلها. يشوفوا الصوره كلها، يعني احنا يعني دلوقتي بقينا يعني تقريبا النص، او يعني نص عدد العاملين دلوقتي، لان احنا مش قادرين يعني نصرف على جميع العاملين اللي موجودين اللي كانوا موجودين في الاول. فيعني هم يعني انصرفوا بمحبة، أو إحنا يعني صرفناهم بمحبة، لأن ما يعني إحنا ما إحناش قادرين نكمل العمل. يعني العمل اللي طالع قدامكم ده بنصف عدد اللي كان طالع السنة اللي فاتت. لكن أرجع وأقول شوف التجارب اللي بنمر بيها، وشوف الشيطان بيعمل إيه معانا عشان إحنا في حقل الخدمة. صدقوني لو 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 يعني لو أنا أقول للمشاهدين هقول يعني ده فيه مبالغة، لكن صدقوني إن ما فيش جهاز من الأجهزة اللي موجودة عندنا في مبنى الأرامية شغال كما يجب. كل الأجهزة قبل الفند ريزر بحوالي مثلا أسبوع أو خمس أيام بوم، يعني يجي واحد من الإخوة الفنيين يتصل بيا في كذا مش شغال. كمية محاربات غير عادية كانت الأسبوع اللي فات، غير عادية، ويوقف الجهاز ونبتدي نحاول نصلح ونجيب شركة عشان تصلح، والشركة عارف قبل ما تحط رجلها في الأرامية تاخد تشيك قد كده ديبازيت، بس بعد كده تقول لك هصرف هصلح بقد إيه. كل يعني كل اللي في السيرفر عندنا مشكلة، في الكنترول روم عندنا مشكلة، في الاستوديو عندنا مشكلة، فوق عندنا مشكلة، تحت عندنا مشكلة. ولكن طب احنا ممكن نعمل ايه؟ بالصلاة احنا بنحل مشاكلنا بالصلاة، ما عندناش حاجة نعملها يعني. فمن هنا بقول التجربة بتخلينا فعلا بعد ما نطلع، يعني احنا لا تتخيلوا حضراتكم دلوقتي الصورة اللي انتوا شايفينها على الشاشة دلوقتي احنا هي طالعة لكم ازاي. مش عايز اخش في امور فنية واحكي يعني، لكن الزملاء والاخوه الاحباء اللي معانا في الأرامية عارفين احنا ازاي بنطلع لكم الارسال دلوقتي علشان نكون متواصلين معاكم، لان احنا وعدناكم ان احنا هنبدا برامج جديده وهنبدا حمله الفند ريزر في الفتره دي. لكن غصب عنا بنعمل، عشان كده لو يعني شفتوا اي اخطاء على الشاشه ارجو ان انتم تدوا لنا العذر والسماح لغايه بس ما نعدي الاسبوع اللي جاي ده بس،
والرب هيمد ايده وهنصلح كل حاجه. اما انت كده بتحكي اختبار، هو مدحت بيحكي اختبار رجحت الاساسي عملي موجود في الخدمه يا واحنا برضو نحب نسمع من الاحباء اللي بيشاهدوا، يعني ممكن يكون واحد عنده بزنس وبيمر بنفس اللي بنمر بيه ده هوت، لكن الرب اتمجد معاه، يا ريت يقدر يشاركنا ويقدر يرفعنا برضو بالاختبارات من زي الاختبارات اللي سمعناها الجميلة. أمين. لكن هعود معاك مع حضرتك دلوقتي حضرت الأسيس وهناك المزيد من كلمة الرب. أمين. والخطوات. أمين. اللي بنتعمق فيها. زي ما احنا كنا بنتكلم الأعداد 25 ل 31، انظر حولك، بص حواليك. أوكي. ايه اللي بقى؟ لا تهتموا لأنفسكم بشيء، توقف عن الاهتمام لتعيش يوم بيوم. ضع الاهتمام جانبا وانظر كيف يهتم بك الرب. يعني لو زي ما قلنا لو حطيت الاهتمام هيبقى النظارة السوداء اللي قدامك ما شايفش غيرها بس، لكن حطها على جنب وارفع راسك وشوف الرب. لما يهتم بك الرب في الماضي يعني انا طب ما انا بنسى بقى يعني انا زي ما قال الاخ انور الاخ انور اختباره جميل اختباره جميل جدا واحنا فعلا من ساعه مثلا ما جينا هنا سيبنا بلادنا وجينا في المهجر ما فيش يوم الواحد ما هذا اللي انا جيله كم مره من المرات تركت بدون طعام بالضبط اوكي ربنا بيحط تروح على السفره جاهزه احنا عندنا في مصر يذبحوا اللحمه يومين في الاسبوع هنا تروح على السوبر ماركت بانواعها وتشتري اللي انت عايزه مليان فبص بقى تخيل في الماضي هل ربنا سابك في الماضي لا طب اللي كان معاك في الماضي مش قادر يكون معاك النهارده وبكره يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد بالتالي عندنا مشكله ثقه مشكله اعتماد لان ربنا لما في اتكلنا عليه مش عايز 99% 95% عليه ان ما كانش الايمان 100% هيدخل الرب ازاي لما انا عندي حته شك صغيره بقى صحيح مش ممكن صحيح بيحضرني اسي جوزيف هنا بيحضرني مثال ظريف قوي كنت سمعت وعظة لقداسة البابا شنودة بيقول فيها على يعني طيور السماء ان هي لا تهتم يعني بيقول مره كنت قاعد في الدير مش عايله الهم يعني مش عايله الهم ما هو في فرق بين الهم والاهتمام انا كوني اهتم بحياتي ده شيء يعني مطلوب مني لكن اقول هم حياتي هو ده اللي مش مطلوب هو ده اللي خارج الايمان يعني فكان بيقول ان مره هو كان قاعد في الدير يعني في خلوه التامل وشاف عصفور نزل من على قمه الجبل وفي اربع خمس يعني في منطقه كده فيها حبوب فالطير دوت الطائر ده نزل خد اربع خمس حبات وطلع وطار وطار وخلاص انتهت القصه على كده لكن هو عايز يقول لك يعني ان لا فكر يجيب ياخد شويه معاه ولا واخد شويه للبيت ولا شويه لبكره ولا بعد بكره ولا بعد بكره ما شالش حاجه لبكره بالظبط ما فيش حاجه خالص خد دول وطار لانه لا يهتم لانه عارف لما يروح في مكان تاني الرب هيبعت له شويه حب تاني او دوده او حاجه علشان يتقوت منها فيا ريت احنا حتى نصل الى ايمان العصافير والطيور عشان كده الرب حط المثل ده انظره ولا سليمان اوج مجده على ظهور الحقل دي بقى سنابل الحقل قادر عشت في لبنان انا في حته اسمها الحزميه مرتاله اللي كان فيها البايبل سكول ودي بقى كانت على جبل عالي وبعدين وادي تحت ومقابلها مدينه اسمها المنصوريه ببيروت يطلع فصل الربيع شيء يعني خلاب رائع اصفر واخضر واحمر كلها طالعه بيقول لك الرب انظر حولك بص شوف اللي حواليك ده ظهور الحقل دي الجميلة اللي عمالة تطلع لحد زرعها ولا حد رواها ولا حط لها مية دي ظهور برية تطلع لوحدها وشكل الجبل كله كأنه مفروش يعني لو بصيت له طيارة من فوق أشوف الجمال الأصفر على الأزرق على المنظر طبيعي يعني خلاب في البدء خلق الرب السماوات والأرض هو اللي خلقها كلها هو المسؤول عنها هو اللي أنبت كل شيء فيها وتوج الخليقة بمين إحنا بالإنسان علشان ربنا بيقول لك انظر الماضي بقى شوف اهتماماتك بص للطبيعه من حواليك بص للطيور زي ما انت بتقول افتكر بركات الماضي بركات الماضي انت اهم بقى لما توج الخليقه بيك يبقى انت اهم من طيور السماء اكيد يبقى اللي هو اوجد لها طعام واللي كسى الزهور دي والاراضي بالمناظر الجميله دي
والأنهار والمياه مش قادر يعود خليقته الإنسان اللي هو تاج الخليقة نفسه، أحسن شيء في الخليقة، اللي قال له أنت دبر الأمور بتاعت الأرض، خد سلطان عليها كلها. بتهيألي بقى ده بيحطنا في خجل شديد بإيماننا في الرب وثقتنا فيه بقى، لأن احنا في وسط الألم في وسط المشاكل مش قادرين نشوف الأمل ده وروعة الرب وجمال الرب وتدبير الرب وأمانة الرب وإخلاص الرب وخلاص الرب، مش قادرين نشوفه في وسط المحن، بتكون عيننا بقى ثقلنا كتير مش قادرين نرفع راسنا، مش قادرين نشوف غير المشاكل غير المشاكل، مش قادرين نشوف غير مش قادرين نشوف نور مش قادرين نشوف غير السلبيات وهو ده يعني ده نص الكوباية الفاضي بالظبط. فاللي عايز أقوله أنت محور وجوهر اهتمام الله ومحبته، بعد كل اللي شرحه عن زنابق الحقل وعن الطيور أنا شغله الشاغل هو أنت محور اهتمامه، you're the central point هنا يعني تبعت الرب. انظر إلى فوق، أبوك السماوي يعلم حاجاتك كلها. كل الشهد اللي قرأناه كأنه كلمات للإطمئنان وللراحة، وعوده كان يقول أنا I am in control، أنا ممسك بدفة الأمور. بتذكرني المثل لما كان الرب راح على مؤخرة السفينة ونام والعواصف مشاكل تحط وتنزل بالدنيا والناس فينك يا ربنا رحت فين ايقظوه، لا ما هو عارف هو بس بيشوفنا احنا فين وفين مستوانا الروحي طالعينه كيف، بكلمة قال ابكم اسكت كل شيء انتهى. فعايزنا نروح له بقى، هو مش نايم صاحب السلطان صاحب السلطان، عايزنا نروح له ونقول له الموضوع هو قدامك صاحب زي السلطان. ما الأخت اللي اسمها إيه اللي نهلة. نهلة نهلة هعمل إيه بقى كلها خدها كلها فده اللي ربنا عايزه، التسليم الكامل مش 99% 100% 100% أمين. وبعدها بيتدخل هو أمين، لكن في شك في إزاي تبقى ربنا بالشك، الإيمان والشك كمان ما يتقابلوش مع بعض، يا إما إيمان يا إما شك، يا ده النقيض الاثنين يعني إكستريم. الحاجات المفرحة أنا بشكر ربنا الحقيقة من أجل الأحباء اللي بيتجاوبوا معنا كمان في الكنترول روم، بنشكر رب. أخ بيقول طب يا جماعة أنا عندي أكتر من لابتوب، هتبرع بواحد زيادة للأرامية وهبعته لكم، نشكر ربنا من أجله. هو قال ما نقولش اسمه لكن بنشكر الرب عارف اسمه، وشكرا للرب من أجله، ونشكر الرب من أجل الأخ أو الأخت اللي تبرع ب $500 أيضا في هذا البرنامج. ربنا يبارك ويوسع تخوم، وكل اللي بتدوسوا بطون أقدامكم بيبارك فيه الرب، وبتمتد إليه إيديكم بيبارك وبيثمر وبيكثر فيه الرب. حتى الأسيس مش بيقول هده لكم لكم أعطيته كل ما تدوس يعني خلق دم الكوكب انتهي. واو جميل صح جميلة نشكر في شيء كمان تاني، القلق بيطفي شهادة المؤمن. تخيل نفسك بقى في الهم والغم، يبقى إيش شهادتك بقى عن المسيح لما أنت بتقول أنا مؤمن وأحب الرب يعني مش عارف أشهد تشهد إزاي أوكي. يعني في شك في هذه الشهادة مش غير طبيعي، إزاي أنت حزين مش عارف يشهد أساسا يعني. لأن شهادتك خلاص اتطفت، إبليس بحربك قال لك فين ربنا بتاعك ده، طب خليك انت في الظرف خليه ربنا ينفعك فين هو راح ويبتدي يخلق فينا الشك، وان العمليه خلاص انتهت ما فيش منفذ وانت تعبان وحالتك هم وغلب، خلي مسيحك ينفعك. وصحيح يعني وده يعني ينطبق تماما على القصه اللي كنت بحكيها على الاختبار اللي كنت بقوله دلوقتي. يعني احنا وصلنا لمرحله قلنا طب هنطلع ازاي على الهواء بالظبط، هنطلع ازاي على الهواء واحنا عندنا مشكله كبيره انت شفتي يا نوال يعني مشكله كبيره يعني، ومع ذلك الرب تمجد، ما تعرفش ازاي اتحلت حل مؤقت هو ايده يمين وطلعنا على الهواء ولسه الاجهزه عطلانه، لكن يعني ما ده تمجيد الرب بقى، نشكر الرب في الضيق نشكر الرب يمينه نشكر احنا الرب. امور ما بنعرفهاش ده مش شغلنا يعني فعلا، ده هو بيشتغل الكلام اللي بيقوله الاسيس يعقوب الاسيس يوسف عفوا واللي قال انا ما هسميناش لا يعني موضوع الاسماء موضوع الاسماء النهارده يعني مش يساعدنا بس اوكي عفوا حر الاسيس اللي كان الاخت بنت الرب اللي ابتدت يعني تشجعنا في اول مداخله بتقول يا جماعه النتائج بتاعته زي ما انت قلت بقى، يعني هي قالت يعني جزء رائع، بتقول النتائج اللي هتحصل من خدمتنا، انت عملت اللي عليك يا مدحت
او زي ما الاسيس بيقول احنا بنتكل على وعود الرب، لكن نتائج الخدمه دي ليه، هو اللي ضامنها، والنتائج ان احنا على الهوا دلوقتي. فدي من الحاجات برضو اللي احنا نشكر الرب. نشكر الرب. في نقطه تانية قبل ما نخلص عايز اقولها، القلق يهبط عزيمتك اليوميه. القلق مش بس كمان يطفي شهادتك وعزيمتك نفسها. مهموم ومهموم، هتطلع تشتغل ازاي؟ صح. ملكش نفس خلاص. صح. يعني صح، الناس يسأل فينك يا اخ، ده انت كنت في شعلة نشاط وكنت 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 وكنت، ايه اللي حصل لك؟ ارق وقلق واتعاب، وابليس بقى يحب الحاجات دي بقى يحارب فيها طبعا. ده الباب اللي هو بيدخل منه بقى الثغرات يعني. ويدخل بقى ويخلي لك وانت نايم في الليل يكبر لك المشكله دي، ده فلان ودي فلانه، وتبقى المشكله خلاص يعني، يبقى فيهبط عظيمتك انت اللي كنت شعله وعمال عايز تعمل وتعمل تعمل، دلوقتي حالتك نزلت تحت. انظر الى فوق، خليش عظيمتك تنتهي عشان يمر. امين 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 امين. الرب رائع في مواعيده، ورائع في كلمته، ورائع في تعزياته. الرب بنشوفه من خلالكم. انا بشكره جدا من اجل انه انتوا تواصلتوا معانا النهارده، واحنا وقت برنامجنا كده خلاص انتهى، والبركات الحلوه اللي خدناها من تعزيات السماء، من تعزيات الاختبارات اللي متعتونا بيها، بنشكركم اسم تواصل معنا، حتى اللي اتفرج علينا وما رفعش سماعه التليفون بس على قلبه ان يدعم الخدمه دي، سواء دعم معنوي دايما باستمرار في البرامج. على فكرة في برنامج بعد هذا البرنامج انتظرونا، وانتظروا انكم تتواصلوا ايضا معاه. نشكر ربنا اجل كل خدامه هنا على هذه الشاشة في هذه الخدمة. في نهاية البرنامج بشكر رب من اجل الاسيس يوسف حبيبي، اشكرك، واحنا نلتقي معك في البرنامج التالي ايضا، وبشكر ربنا من اجل مدحت. شكرا رب، رب يبارك خدمتك يا مدحت. شكرا يا اخ مدحت. متاكد؟ متاكد دلوقتي. نشكر رب كتير، ونلتقي مع حضراتكم بالتاكيد في برامج تانية، ونستمتع معاكم احبائي المشاهدين. بشكر رب من اجلكم، من اجل تعاضدكم للاراميه وخدمتها، الى ان نلتقي في برامج اخرى لكم كل محبتنا، ونلتقي في ملء البركه معاكم.